شحال هادي، والاجتماع كان ايرجون، كان مستعجل هذا الاجتماع، درناه شحال هادي ما بقينا تلاقينا مع الاخوان نظرا للظرفيه اللي كاينه اللي عرفوها، ونظرا لجائحه كورونا اللي شحال هادي درنا الاجتماع، فلهذا قررنا باش نديروا الاجتماع ديال جمعيه الوفاق ومكتب النقابي قطاع سياره الاجره الصنف الثاني للاسف منضويه اللواء نقابه الاتحاد العام الشغالي. حنا جينا على اساس عده مشاكل كيعاني منها السائق المهني، مشاكل كثيره واش غنقول لك. حنا ما بغيناش نغطوا الحدث بالورد، الاخر الورد عليه واحد السيد، لا حنا بغينا نقولوا المشاكل اللي كيعاني منها القطاع بجدار واستحقاق. داكشي بغينا نقولوا بجدار واستحقاق بدون كذوب حتى حاجه. اولا السائق المهني واللي يعاني من كثرة الإجرام، السائق المهني ما حيلتو دابا الرصيدة، ما حيلتو راسو ينقذ راسو من المجرمين ولا تلقاو ليه. شحال من مرة كنسمعو الطاكسي هذا، الدكريسة هذا، التلاسلي الجاج هذا، هذا. فلهذا كنطلبو من السيد والي الأمن الله يخليه الله يصلحو بأنه يدير دوريات في المناطق الجنوبية، المناطق الشمالية والمدينة، ويكروس الصمتة شوية، لأن اش غنقول ليك راه السائق المهني المسكين راه تيخرج مع الصباح سويرة تيرجع لوليداتو ولا ما يرجعش. النقطة الثانية وهي اللي أفاضت الكأس، وهي المذكرة 750، وبالله عليك واش عرفتوا الإخوان المضامين ديال المذكرة 750؟ أقسم بالله راه تشرد السائق المهني. اش كتقول المذكرة 750؟ المذكرة 750 تيقولوا بأن الدونيات ما عندهاش مواليها وما عندهاش ذوي الحقوق تسحب السحب النهائي للمركبة، تخرج من الطاكسي، يعني الطوموبيل تخرج من الطاكسي والكريمات ديال العمالة، وما عرفوش بأن هذه الكريمة اللي داوها راه الكريمة عايشين فيها ثلاثة الناس، عايش فيها المستغل وجوج سائقين، عطينا وليداتهم تاهو كل واحد عنده 6-5. فين مشاو الناس؟ لأن فرض يا سي وقفتوا فيها 80 كريمه ولا 90 كريمه، راه توقفوا 300 ديال الباجر. حنا راه اجير، كيفاش غندير انا التغطيه الصحيه؟ وغتجي 2024 وغيزيدوني لها كيس، وغادي نولي نخلص انا 16000 ريال، منين غادي تجيني وانا كنخدم معايا يومين، على 3 ايام، تستمرارية اللي معايا مع المستغل ما كايناش، عقد عمل ما كاينش، ودابا لا كيس كيتسنى من شهر 4. وانا اصلا ما خدامش، عطيتها الروسيطه كتقول لي زيدها 100 درهم، واش من 7 ل 10 تاع الليل 8000 ريال؟ حشومه وعار، هاد الناس كيشدوهم 8000 7000 9000 وما كيحتارش حتى بالشيفور، ما كيعرفوش شكون هو، وهاد الناس اللي كيقول لك لا راه طاكسي غير موسمي، راه لينا كريه لينا 7000 ريال في النهار ونديرو 24 ساعة، راه هذا هو القطاع اللي ما كتستافدش منه الدولة. واش هو هاد السيد المستغل مني كيعطيه 30 مليون 40 مليون، هذاك اللي شد 30 مليون 40 مليون، مالو ما يخلص على ذاك السائق المهني؟ 74 عام اللي في العمر ديالي راه ماشي في لاكارت. و 43 عام ديال المهنة. 43 عام. معدولية ما عندوش سميتو. تعدولية عندها معدولية سميتو. وواحد الكثر من الله يرحمه عين، واحد الدعاء لهاد السائقين الله يحفظهم. الله يحفظهم. الله يحفظهم. الله يحفظهم. الله يخليهم وليداتهم. 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 هذا القطاع خويا مشى في حالاته، ما بقاش قطاع زعما كاين هاد النقابات ما بقاو دايرين والو في هذا القطاع، ما نكذبش عليك. داروا الشكل في العقلي، خلطوها وجلطوها، ما خدموا، ما داروا حتى شي حاجه، الشيفور ما كيهضر عليه حتى واحد. الشيفور مات مشى في حالاته. رحمه الله. شيفور ما كيدير حتى شي، ما بقاش مسكين، بغى يصور 4 دراهم ما بغيخلوش يصورها 4 دراهم، ما بقاش كيصور شيفور. شيفور كيضرب تيعيا وكيمشي ب 600 دراهم 800 دراهم لدارو، والاخرين كيقول لك عطينا هدير لينا عطينا عطينا، كاين اللي يقول لك دفع 6000، كاين اللي يقول لك 8400 اللي دفعوا، والبارح 8400 دراهم الناس اللي دافعين على محشوماش، ماشي عيب وعار. هاو كيقول لك القطاع الخاص راه كذا كذا، لا سي خاص يكون هذا الشيء يكون داير مقنن الروسيطه تكون مقننه. يعني ولد حساس راه ضربني على خضري مشي ليا كلوه.
كنشوفو في البنيه التحتيه ديالنا حنا اللي كيبقى تشرو يهز الزوار وكيخليهم هكذا ما عرفتش علاش. واش هاد المدينه ما كاينش حتى الناس سي سامر ما كاينش الناس الكاتب المحلي نقابة قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي المضوي تحت نقابة اتحاد العام الشغالين بأسفي. احنا اليوم كان عندنا لقاء تواصلي ايرجون لأن عندنا مشاكل كثيرة في العمالة وعندنا مشاكل كثيرة ولا السائق المهني عنده واحد المشاكل كثيرة، فلهذا احنا البيبان كلها مسدودة في وجهنا السيد العامل، فلهذا من هذا المنبر تنقول لك السيد العامل بغينا واحد اللقاء ايرجون وحنا قررنا باش نديروا نجمعوا الملف ديالنا المطلبي ديالنا وبغينا ندوه للوزارة الداخلية وبغينا نديروا شكاية للوزير الداخلية لأن البيبان كلها مسدودة في وجهنا وهاد الشواهد الإدارية اللي خدامين دابا اللي ما عندهاش ذوي الحقوق شي كتطبق عليه الأمور شي كتطبق عليه المسطرة شي ما كتطبقش عليه حنا كنعرفوا فوق 100 غريمة ما عندهاش ذوي الحقوق. فلهذا السيد العام الله يجزيك بخير عندنا الحق في المعلومة وكاين قانون 55/19 في تبسيط المساطر الإدارية، فلهذا الله يجزيك بخير السيد العامل بغينا حتى حنا من حقنا نعرفوا اللائحة اللي موليها ميتين مولي الكريمة اللي موليها متوفين من حقنا نعرفوها نعرفوا اللي خدام قانوني اللي ما خدامش قانوني باش يطبق قانون على جوج ولا ثلاثة الناس وتمدينا على الصعيد الوطني ما موقفاش طاكسي إلا آسفي هو اللي كتوقف فيه. فلهذا السيد العام الله يجزيك بخير بغيناك تحل معنا واحد المشكل وهذا المشكل راه خطير لان لا توقفوا هاد لي زاكريم واللي ما عندهمش ذوي الحقوق راه التشريد حنا هاد المذكره 750 كنرفضوها رفضا قاطعا وحنا ما مصادقينش عليها كنقابات وتحيه نضاليه وتحيه نضاليه تحيه نضاليه وتحيه نضاليه تحيه نضاليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.